سعد شلونك ابو فواز؟ هلا 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 ما شاء الله شلونك؟ الحمد لله. انت وينك فيه؟ والله ما شفناك. الدنيا ودتني ويابتني ودخت. شو اسوي؟ ايه. شو اخبارك؟ شو علومك؟ تمام تمام. ايش عندك؟ جاي تشتري اسهم؟ لا لا لا، اشتغلنا بالاسهم، بعنا وشرينا وخسرت انا، وبعدين حرمت، قلت خلاص بعد ما ابي. ما تطيع، عارف فيك. عيل شايبك هني؟ والله يسلمك. شو اقول لك؟ ركب وياي بالتاكسي نسيب راشد الماثل. عجيب. اي، وكلمت انا عن ولدي فواز، قلت له يعني هو بالجامعه وان شاء الله يشتغل اي مكان عندكم. كان يقول تعال هات هات عندنا بالشركه ونشغله، وانا الحين جاي اشوفه. سهله يا ابو فواز، تامر امر اللي تبيه يصير. ها انت تعرفه؟ انا اشتغل معاه، انا اشتغل عند راشد الماثل. نصحتك قلت لك تعال اشتغل معانا ما تطيع. تعال تعال تريكت ولا بعد؟ بعدي. خذ عيل اكل تعال. يمي. يلا ها. ايه اشو؟ ها هاك. والله شو اقول لك يا عادل؟ شو اقول لك؟ شقيت شقيت. انا اهايل من الصبح لليل بالتاكسي. شو اقول لك؟ والله يعز علي اشوفك شقيان وتعبان. أنصحك بس في شيء براسك ما تطيع، ما أدري شنو. قوم قوم خلي قاعد عمك. مشكور. أقول لك تعال اشتغل معاي ما تطوعني. كبرنا كبرنا. لا حبيبي لا تقول كبرنا، أنا ما زلت في مقتبل العمر. خلاص خلاص يبا لا تزعل، أنا اللي كبرت زين. شوف يا سعد، ترى أنا قاعد أشوف شيء خاشة قلبك، طلعه قول لي. بصراحة أنا ما لقيت أحد غيرك أشكي له الحال. يعلمني إيش عندك. أنا بصراحة بعت البيت. لا يا مسود الوي، إيش فيك يا باي؟ أنا مديون، حالتي حالة، علي دين لهني. وفلوس التقاعد سويت فيها؟ صرفت فلوس التقاعد كل. ومرتك ام فواز تدري؟ لا 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 ما تدري ما تدري، بس الشراي اللي شرى البيت مني ما قصر معاي، قال لي بقى اقعد بالبيت ليه ما تلقى لك مكان ثاني، بعدين مي حلوه اني اقعد انا في بيت مو بيتي بعد ما بعته. شوف يا سعد، انا بساعدك بس ها ما ابي اسمع منك اعذار ولا وما ابي وما ادري شنو. شلون؟ بكلم لك ابو طلال راشد الماثر. لا اي نعم صج؟ ايه يلا على يدك يلا ناكل.